بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تشرفت بمقابلة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون الذي يؤدي كما تعلمون زيارة دولية إلى تونس. تونس بلده الثاني، وذلك تكريسا لأواصر الأخوة وتجسيدا للعلاقات الممتازة القائمة بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وكانت هذه الزيارة ناجحة بكل المقاييس، من حيث التوقيت، حيث تأتي في فترة علينا جميعا أن نواصل التنسيق والتشاور حتى حول مجمل القضايا المطروحة، لا سيما وأن العالم يمر اليوم بعديد التحديات والصعوبات التي علينا جميعا الاستعداد لمجابهتها على جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وصحيا وعلميا واجتماعيا. وتحدثت اليوم مع فخامة الرئيس عبد المجيد تبون على ما حققناه ثنائيا من إنجازات هامة خلال هذه الزيارة التي توجت كما تعلمون أيضا بالتوقيع على 27 اتفاقية ومذكرة وبروتوكول تعاون شملت جل قطاعات ومجالات التعاون تقريبا، والتي ستؤسس لعلاقات نريدها أكثر رقيا وتلاؤما مع الاستحقاقات القائمة ومع طموحات قيادتينا وشعبينا الشقيقين وما تفرضه وتمليه علينا التحديات المشتركة المثلية. ونتطلع إلى استمرار التنسيق والتشاور بين قيادتينا في جميع المجالات والتركيز على بعض المسائل الملحة، ومن بينها تنمية المناطق الحدودية المشتركة مع شقيق الجزائر لجعلها ربوعا للنماء والرفاه وجسرا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا بنظرة تكاملية مشتركة. ولقد استمعت اليوم بكل اهتمام لتحاليل فخامة الرئيس عبد المجيد تبون التي توافق تماما وتنسجم مع رؤانا وتثمن مدى الجسر الحرص المشترك والرغبة الحقيقية الصادقة في الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى مراتب أسمى وأكثر جدية وفاعلية واستجابة لمتطلبات الفترة التي نمر بها على الصعيد الثنائي والمنطقة بأسرها. وشكرا جزيلا.